انتقل الى السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. اهلا بك سعاده السفير. اهلا، مساء الخير. وزير التجاره الدوليه البريطاني ليام فوكس اكد ان مصر هي دوله مستقره مزدهره امنه في المنطقه، ولهذا تستثمر بريطانيا في مصر وهي من اكبر المستثمرين طبعا في مصر. كيف يمكن لهذه الزياره من الوزير البريطاني ان تعمق وتعزز العلاقات الاقتصاديه بين بريطانيا ومصر؟ بالتاكيد لدينا تاريخ طويل مع بريطانيا، سواء اقترابا وابتعادا، حاربتنا، احتلتنا، لكن منذ عقد السبعينيات بدأنا في الاقتراب من المجموعة الأوروبية ودخلتها بريطانيا وصارت معنا في اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية الذي يلغي جميع العوائق والرسوم الجمركية بين مصر وبين دول الاتحاد ومنها المملكة المتحدة. الآن من أهم ما نتوقعه في هذه الزيارة أن هذا الوزير لابد أنه سيتابع مباحثات تجري بين مصر وبريطانيا لإقرار الوضع، كيف سيكون عليه الوضع العلاقات المصرية البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والمتوقع وكما اقترحنا أن يكون هناك اتفاق جديد بين مصر وبريطانيا لتحرير التجارة، لأن طبعا صادرات بريطانيا إلى مصر حاليا معفاة من كل الرسوم الجمركية والعوائق، ولو خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد لا تستفيد من هذا إلا إذا عقدنا اتفاقا منفصلا بين مصر وبريطانيا. ايضا كما تعلم بريطانيا لها يعني بلد ذات قياده في موضوعات الطاقه في مصر واستكشافات البترول منذ وقت طويل، ومؤخرا صارت من اكبر المستثمرين نتيجه استثماراتها في قطاعات الغاز والبترول. نحن نتوقع ان شاء الله من هذه الزياره وما بعدها ان نقر كيف ستكون عليه الاوضاع القانونيه للعلاقات المصريه البريطانيه، بحيث تظل الحواجز ملغاه وتتدفق صادراتنا وواردتنا من بريطانيا دون اي عوائق او رسوم جمركيه او ما شابهها. هل من الممكن بمناسبه خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ان تسعى ل يعني الاستثمار في مجالات جديده في مصر؟ وبالتاكيد مصر يعني نقطه التقاء لكل المستثمرين. لماذا؟ بعضنا يتصور ان مصر هي بلد 100 مليون. لا، مصر السوق ل 1400 مليون، لان الصادرات من مصر معفاه من الرسوم الجمركيه في سوق اوروبي من 500 مليون، في سوق افريقي من 500 مليون اخرى، في سوق عربي من 400 مليون. فاذا وانا اتمنى ان مصر تسوق هذا الذي اقوله كما ينبغي، لان فعلا لدينا امكانيه للتصدير لكل هذه المناطق، وبالتالي نستطيع ان نجذب صناعات كبرى كصناعه السيارات مثلا، لان ما زلنا نحتاج الى جهد كبير جدا لجذب صناعه السيارات، وهي احدى الصناعات التي تنشر التجاره فيما بين مختلف القارات ومختلف الدول، ونامل ان يكون هذا احد الملفات ايضا. شكرا جزيلا لك السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق.